مني؟ لم يكتف النظام بألوان الممارسات القمعية التي أذاقها للشعب من قتل وقصف واعتقالات، بل قام بكل الحيل والأساليب محاولا التغلغل بين فئات الشعب السوري عن طريق دس عناصر تابعين له للقيام بالتجسس والتخريب. آخر هذه الحيل قيام النظام بتوزيع هويات ووثائق سورية مدنية مزورة مكتوب عليها أسماء لمناطق سورية ثائرة، يقوم بتوزيعها على أعوانه من الرجال والنساء ومن عدة جنسيات منها لبنانية وإيرانية، وذلك تسهيلا للتنقل في الأماكن المحررة. ليش معك هويتين يا ماهر؟ هويتي هوية العمل هي هوية الضابط والهوية المدنية للمرور على حواجز الجيش الحر. طيب انت كاتب هون قيدك صليبي على الهوية المدنية، علما انه قيدك القرداحة ديروني، ليش؟ نعم، لانه صليبي منطقة معارضة للنظام. هذه المعلومات تأكدت بالدليل القاطع بعدما ظهر في هذا الشريط الرائد ماهر عزيز تولد القرداحة حاملا هوية عسكرية بالإضافة لأخرى مدنية تم تزويرها من قبل النظام، ويظهر في الخانة أنه من منطقة صليبة الثائرة، وذلك لتسهيل حركته في المناطق المحررة. معلومات أخرى تحدثت عن قيام النظام بتدريب بعض من شبيحته على اللهجات المحلية قبل إرسالهم إليها للقيام بالتجسس والتخريب، وهذا ينطبق على الرجال والنساء ومن جنسيات مختلفة، ولكن هذه الحيل لم تنطلي على الشعب الثائر، فما كان يصح في الأمس لم يعد يصح اليوم، هكذا يقول الثوار. شو كنت عم تسوي بالسيارة؟